زهراء، زهراء القلاف، تعليقك هذا ترى مناسيتك انا. هذا الفيديو اليوم اهداء لك، ان شاء الله يعجبك. هلا والله، معاكم ضحى الحداد، اهلا وسهلا فيكم في جديد. ايه، يقول لكم الشاعر القدير لين مانويل ميراندا، الكسندر هاملتون، ماي نيم از الكسندر هاملتون اند ذير از ا مليون ثينجز اي هافنت دون، جاست يو ويت، جاست يو ويت. الله 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 علي الله، شنو هذا؟ شنو هالابداع؟ شنو هالاشعار؟ هذا الفيرجن الصجي. Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait. Just you wait. طبعا اذا تلاحين ما تدرون انا ايش قاعد اتكلم عنه، انا قاعد اتكلم عن مسرحية هاملتون. هذه المسرحية اللي سوت ضجة كبيرة في امريكا، خاصة السنة اللي طافت الناس كلها يعني قاعدة تتكلم عنها، وكل الناس قاعدة تغني اغانيها. هي مسرحية موسيقية من اخراج وتمثيل وتأليف لين-مانويل ميراندا، هذا الانسان من بورتوريكو، هذا انسان اسطوري داهية. هذا في يوم من الايام هو كان في اجازة وقاعد يقرأ كتاب 700 صفحة، لان تدرون يعني الواحد بإجازة شو يسوي غير انه يقرأ 700 صفحة تاريخ امريكا. انزين، فقرأ عن الكسندر هاملتون ويعني وايد عجبته الشخصية هذه، فحس انه you know what، انا ابي اعرف اكثر عنه وكذي، ليش ماكو عنه يعني افلام معينة او شيء. اللي ما عرف الكسندر هاملتون، اذا انتم تروحون تشوفون العملة الامريكية العشرة دولار، راح تشوفون وجهه مزوق كذي بالنوط، هذا الكسندر هاملتون. فهو قاعد يقول انه ايش معنى هذا اللي ما حد يتكلم عنه وكذي، فقال you know what I'll take it upon myself اني انا اعرف الناس عليه. سينس سوى مسرحية هاملتون من صدورها في عام 2015، المسرحية يعني was a smashing success والناس كلها تتغنى فيها. هي بدت يعني بمسرحية اوف برودواي، يعني مسرحية موسمية، ان باي لحظة ممكن يشيلونها اذا ما حققت الارباح اللي هما يبونها. بس شيء مسوي لين مانويل ميراندا وما يحقق ارباح، يعني وين قاعدين يعني. فطبعا اكيد المسرحية حققت ارباح هائلة لدرجة انه سووا لها مسرح كامل في برودواي نيويورك، مسرح دائم لها، باي وقت تقدرون تروحون نيويورك وتشوفون المسرحية هذه. طبعا يعني جود لك تحصلون تذاكر، لاني انا حاولت احصل تذاكر، ارخص تذكرة كانت ب 200 دينار كويتي. عاد انتم شوفوا ترجموها بعملتكم، بس المهم يعني انه صعب صعب تحصلون تذاكر لها، والمسرحية يعني مسوية ضجة ضجة بشكل مو طبيعي. طبعا مثل ما هو باين من عنوان المسرحية، المسرحية بشكل اساسي تتناول السيرة الذاتية حق الكسندر هاملتون من اول ما نولد لين لحظة وفاته، شنو اللي قاساه او عاناه لين وهو وصل لمرحلة انه هو صار احد مؤسسين امريكا، وليش الناس يعني وايد تتذكره وتحبه هالكثر. وطبعا طبعا لاني انا ضحى ما احب الشيء الا بعد ما تنتهي هبته، يلا انا اهب فيه. فبعد ما صار لها المسرحيه سنتين، لفضحى توها تهب المسرحيه هذه. او ماي جاد، الاغاني جايز، الاغاني مو صدق. انزين، الساوند تراك مال المسرحيه هو ساعتين وثلث تقريبا، مده المسرحيه كلها ساعتين وثلث، يعني المسرحيه كلها غنائيه. تقدرون تلقون الساوند تراك كامل باليوتيوب، انا سمعته من اليوتيوب وتخيلت المسرحيه بكيفي. او ماي جاد صراحه يعني كانت مو صدق. انزين، يعني انا وايد تاثرت فيها، اوذو انا ما كنت اشوف شيء قبالي، كنت بس قاعده اسمع الاغاني، بس كان شيء مو طبيعي. راح احط لكم اللينك اللي انا شفت منه المسرحيه في الديسكربشن بوكس بلو، اذا انتم صار فيكم فضول تبون تسمعون اغاني المسرحيه. يعني هي عباره عن قصه، والقصه عباره عن اغاني ورا بعض وكذي، والاغاني ار سو كاتشي، وهذا هو موضوع بوكتاغنا اليوم. فيس، بوكتاغنا اليوم هو هاملتون بوكتاغ، ومثل ما هي عاده كل بوكتاغات الدنيا، انها هي عباره عن اسئله واجاوب عليها بكتاب معين يربطني بهذا السؤال. بس الميزه في هذا البوكتاغ اني انا راح استعرض عليكم اغاني المسرحيه وشلون هي حلوه وكذي. هذا طبعا هو الاوريجينال بوكتاغ 16 سؤال، وانا ان شاء الله يعني ما راح اجاوب على 16 سؤال، فانا اخترت خمس اسئله منهم اللي هم يمثلون افضل خمس اغاني بالنسبه لي، استعرضهم عليكم واقول لكم يعني شنو قصتي مع هذه الاغنيه وكل هذا. بالاضافه الى ان صراحه انا ودي اسوي حركه يعني طرت على بالي قبل فتره، ودي اسويها ابتداء من هذا الفيديو، ودي اني استمر عليها صراحه بالفيديوهات الجايه، عشان انا اوريكم ايش كثر ممتنه لكم على تفاعلكم معاي، وايش كثر ان تعليقاتكم وايد تشجعني، وايد تخليني ودي اقدم شيء احسن. والحركه هي، بما اني انا هالايام
جدا جدا مشغوله، وللاسف يعني انا اشوف كومنتاتكم بس صدق ما عندي وقت اني انا اكشلي سيت داون واقعد ارد عليكم كومنت كومنت، بس يعطيكم العافيه، انا وايد وايد اقدر تفاعلكم وكومنتاتكم معي، فعشان انا اي شو يو ابريشيشن وش كثر انا ممتنه حق تفاعلكم معي. فالحركه هي اني انا في كل فيديو انا بحاول اسوي راندوم شاوت اوت حق ناس يسوون لي كومنتات باستمرار عشان اشجعكم انكم انتوا يعني تسوون لي كومنتات زياده، ومنها تدرون ان انا قاعد اطالع كومنتاتكم، وتدرون ان الشخص اللي قاعد يكلمكم خلال الكاميرا اللي هي انا هو نفس الشخص اللي قاعد يرد عليكم بالكومنتات اللي هي انا. فانا سويت اول شاوت اوت في بدايه الفيديو حق الاخت زهراء القلاف، لان هي اللي اقترحت علي فكره هذا البوك تاج، صراحه وايد وايد استانست على الاسئله وكذي، فاكبر تحيه لك اختي زهراء، ويلا استعدوا يمكن يطلع اسمكم بالشاوت اوت. وهذا اذا ما طلع اسمكم في هذا الفيديو لا تحاتون، ان شاء الله الفيديوهات اللي راح يطلع لا تحاتون لا تحاتون، انا قاعده اجمع اساميكم وان شاء الله بطلعكم كلكم لا تحاتون. السؤال الاول اللي هي اغنيه The Room Where It Happened. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. صراحة أنا محافظة لها المقطع من الأغنية اللي هو Nobody was in the room where it happened, room where it happened, room where it happened. بس عارفة هالمقطع هذا، صراحة أنا أقول لكم صراحة أول ما سمعتها يعني وأنا كنت قاعد أسمع الساوند تراك أول مرة سمعت إنه وحش هالاغنيه اللي بغيت اطوفها يعني من كثر ما انا لاعت شبدي منها، بس بعدين لما سمعتها مره ثانيه وفهمت شنو معناتها حسيت انه لا والله الاغنيه سناب ذا باد، فبعدين يوم سمعتها كذي بروحها وهذا حسيت انه لا والله الاغنيه حلوه، الحين صارت احد اغانيي المفضله من المسرحيه ما جنزات. اوكي السؤال هو اختاري عالم من عوالم الكتب ودك تكونين فيه. قبل لا اجاوب على هذا السؤال خلينا نبدي في سكشن الشاوت اوت، الشاوت اوت الاول حق الاخت جود. جود اي تاج يو، ابيك تجاوبين على هذا السؤال، شنو العالم اللي ودك تدشينه من عوالم الكتب؟ لان انت ما شاء الله قراءاتك حيل فانتسي وانا انترستد ابي اعرف. الشاوت اوت الثاني حق الاخت عهود محمد، ما شاء الله الاخت عهود اكبر تحيه لك صراحه، يعني انا صدق انت من الكومنتات اللي انا انطر كومنتاتك صراحه، فبليز جاوبيني على هالسؤال، ام سو انترستد ابي اعرف شنو جوابك. بالنسبه لجوابي انا يعني دا هذه ما يبي لها تفكير، كتاب كارافال تاليف ستيفاني جاربر. صدقكم ايش رايكم فيني؟ عبالكم بختار هاري بوتر صح؟ شوفوا انا اقول لكم يعني هاري بوتر عالم جدا جميل، وصراحه يعني منو ما وده يروح هوجورتس، بس تدرون شنو المشكله؟ ان كل البوك تاجات اللي انا شفتها في هذا السؤال كلهم اختاروا هاري بوتر، فانا قلت اذا اخترت هاري بوتر يعني بروح هوجورتس، هوجورتس راح تصير وايد زحمه، صراحه انا اكره الاماكن الزحمه، فقلت يو نو وات لازم اختار يعني عالم ثاني، فكارافال اكيد يعني هذه ما يبي لها تفكير. اخ هذا الكتاب، هذا الكتاب صدق احد افضل الكتب اللي انا قريتها هالسنه، على كثر ما انا كنت متحمسه اني اقرا الكتاب تخطى توقعاتي بطريقه مو طبيعيه. طبعا اذا ما تتذكرون الكتاب هذا انا حصلته من صندوق اول كريت حق شهر فبراير، اللي للحين ما شاف الانبوكسنج مالي حق صندوق اول كريت راح احط اللينك بالدسكربشن بوكس بلو، ان شاء الله تستمتعون فيه لانه صراحه صندوق اول كريت مال شهر فبراير كان احلى صندوق صراحه. طبعا سلوجن الكتاب شيء مو طبيعي، انزين يعني هو الشيء اللي خلاني اتحمس للكتاب لهالكثر اللي هو ويلكم ويلكم تو كارافال بيفور يو انتر ريمبر اتس اونلي ا جيم. الكتاب فكرته بشكل اساسي عن مهرجان سيركي اسمه كارافال، هذا المهرجان يعني غير عن السيرك العادي ان انتو ليترلي تكونون داخل السيرك وتكونون انتو السيرك، يعني هو يعطونكم شغله ميستري وانتو لازم تحلونها خلال هذا السيرك، المكان ماجيكال بطريقه مو طبيعيه وكل سنه يكون بمكان ثاني، وونس ان هالمهرجان يا المدينه المعينه خلاص الى الابد ما راح يرجع المكان هذا مرة ثانية، فإذا أنتوا مرة يا كارافال عندكم مدينتكم غسلوا إيدكم تحصلونه مرة ثانية بمدينتكم، خلاص يعني لازم أنتوا تلاحقونه. ومن هني إحنا نتابع قصة الأختين اللي هما سكارلت وتلم، هذيلا هما أختين يعيشون في ظل أبوهم الحقير، زين صج صج بطل شب، هو يستعمل أسلوب التعذيب النفسي ضد الأختين عشان يقلبهم ضد بعض، بس رغم التعذيب اللي هو قاعد يسويه فيهم إلا أنهم ظلوا يحبون بعض وأنهم دائما يبون يدافعون عن بعض رغم اللي قاعد يصير فيه. الأخت الكبيرة اللي هي سكارلت، الأخت هي الانطوائية اللي يعني ما عندها كلمة والشور شورك يا يبا والأمر أمرك يا يبا وكله أنه أوكي أوكي كل شيء عادي، وهذا عكس أختها تلا. تلا هي تبي تنهاش تبي تغامر وتبي يعني تسوي اشياء وايد بحياتها،
تحس ان هذه مو الحياه اللي المفروض هي لازم تعيشها. الاختين رغم اختلاف شخصياتهم الشاسع الا انهم عندهم هدف واحد، انهم يبون ينحاشون من ظل ابوهم التعيس هذا. فسكارلت اللي هي الاخت الكبيره تشوف ان الملجأ الوحيد لها عشان تنحاش من ظل ابوها ان هي تراسل ليجند اللي هو رئيس كارافال، وتقول له ان انا ابي اشارك بكارافال وابي احل المسابقه اللي راح تحطها هالسنه بالمقابل ان انت تعطيني هديه هذه السنه، انه هو يحقق لها امنيه واحده مهما كانت الامنيه راح يحقق لها اياها. بعد 7 سنين ونهد حيل سكارلت وهي تراسل ليجند وتقول له عافيه الله يخليك رد علي، 7 سنين يا الله يا لها الجواب، وقال لها خلاص هالسنه انا راح اخليك انك انت تشتركين بالكرافال، واذا فزتي راح اعطيك الامنيه اللي انت تبيها. بالبداية سكارلت تكون حيل متخوفة، خاصة ان مكان كارافال هالسنة وايد بعيد عن مدينتهم، وشلون بتروح بتنحاش من ابوها هذا. بس يعني اذا عندكم اخت مثل تلا يعني لا تحاتون هالسوالف هذه، تلا دبرت لها طريقة كذي وراحوا لي كارافال. الصدمتي لما ندش سكارلت كارافال تكتشف ان المسابقة هي ان تلا مخطوفة، ولازم سكارلت تلقاها، واذا ما لقيتها في خلال 5 ايام تلا راح تموت وما راح تتحقق امنية سكارلت. فسكارلت يصير فيها ان لا يا حبيبي لا لا لا، تتحرش فيني عادي، تتحرش باختي لا يا حبيبي والله مردغك زين. فتقوم تروح الكارافال وتقرر انها تشارك فول فورس، وتبي انها تدور اختها قبل لا يفوت الوقت. فشنو راح يصير على سكارلت؟ هل راح تلقى اختها قبل فوات الاوان، خاصة ان في معاها تقريبا 30 مشترك قاعدين يدورون على تلا، لان كلهم عندهم نفس الهدف انهم يبون يحصلون الامنية اللي واعدها فيهم ليجند. فمنو راح يحصل الامنية بالنهاية؟ كل هذا راح تعرفونه لما تقرون الكتاب. طبعا مرة ثانية اخ الكتاب، هالكتاب صج 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 مو طبيعي، يعني انا اخلصكم ما قدرت اقوم منه لين خلصته. يعني الكتاب مو هالكثر، يعني كبير بس مو صغير. يعني شو كتاب؟ هاي خريطة الكارافال، هو المكان اللي يصير فيه السيرك وكذي، طبعا كله بحيرات وتروحون بسفينة تتنقلون وكذي، وكل شيء فيه ساحر يعني شكل مو طبيعي. يعني انا يوم عشت العالم حسيت انه ابي اروح المكان هذا، ما في كذي يعني ثيم بارك عليه ولا شيء. يعني باختصار الكتاب بالنسبه لي كان فلولس، ما في ولا غلطه. شخصيه سكارلت شخصيه ريليتبل بطريقه مو طبيعيه، يعني انا كاخت كبيره وانا ادري شنو شعور الاخت الكبيره لما تشوف اختها قاعده تتاذى. يعني يس راح اتصرف مثلها وراح استذبح عشان ما حد ياذي اختي وكل هذا. ف طريقة مو طبيعية تواصلت معها، وايد حبيتها وايد حبيت مغامرتها. ريم اختي توهم خلص الكتاب وللحين فيها هانج اوفر عليه، مو قادرة تقرا كتاب ثاني. اللي قاعد يقول الله يخسر بليسك نصحتيني في الكتاب وللحين مو قادرة اقرا شيء ثاني. فاذا انتم مودكم شي خيال جامد كذي وتابون مكان يعني واو، تحسون انكم صج مو بهالعالم، يعني انتقلتوا لعالم ثاني ومكان كله وندرز وكله يعني اشياء يعني ما تتصدق، يعني شيء يفجر المخ، definitely check out كارافال، ان شاء الله يعجبكم. طبعا اكيد يعني بعد هالليلة وهالسالفة كلها اللي انا سويتها، definitely كتاب كارافال 5 نجوم من 5، ومنتظر الجزء الثاني على نار. واي واي هو most anticipated book حق السنة الجاية، ناطرته ناطرته حيل. يا جماعة اللي عنده من هالتذكرة هذه admit for one حق كارافال، انا استقبل والله استقبل، ما اقول لا حق تذكره حق كارافال. يعني السؤال الثاني اللي هي اغنيه You'll Be Back. You'll be back soon you'll see you remember you belong to me you'll be back time will tell you remember that I served you well. يعني أكون صراحة معاكم، الأغنية هذه أنا ما أحبها ولا حتى حفظتها وهذا، بس أدري إن هي مالت كينج جورج لما يطلع وإنه يقول لهم يعني أنتوا محتاجيني بالنهاية وكل هذا. يعني هو المفروض كينج جورج هو الشرير بالمسرحية، ما شفته شرير وما له دور بس يطلع بهالأغنية. بس يعني هو السؤال مال الأغنية حلو، فكذي أنا اخترت الأغنية اللي هو اختاري أكثر شرير عجبك. That makes sense يعني. والشاوت اوت حق هذا السؤال حق الاخت ندى لايف ستايل، هي انا ملاحظتها تحب الموزز زين، اللي هم شخص حقير، ما ادري ايش، انا ملاحظه ان ستايلها شخص حقير. فندى جاوبيني على هذا السؤال، منو اكثر شرير انت عجبك؟ وهم عندي شاوت اوت ثاني حق الاخ ياسين من الجزائر، ما ادري ليش انا اخترتك لهذا السؤال، بس انا اقدر تفاعلك وايد
ودي انك تجاوبني على هذا السؤال لان احس جوابك راح يصير وايد انترستنج. بالنسبه لجوابي انا راح يكون جوابي جدا قصير لان اوريدي انا مقيمه هذه السلسله من قبل اللي هي سلسله ذا جريشا اللي هو الشرير ذا داركلينج. اللي منكم شاف تقييمي حق سلسله ذا جريشا ترولوجي راح تشوفون وتذكرون ان انا قلت عن ذا داركلينج ان انا يوم طلع قمت اطقطق كذي او ماي جاد باق قلبي وما ادري شنو. طبعا هالحكي قبل لا اكتشف انه هو الشرير، بس بعد ما اكتشفت انه هو الشرير ستيل كان عاجبني وتفاعلاته وشلون هو يعني حيل ساسي وحيل انه او ماي جاد شلون قاعد يتصرف وكل هذا. فديفنتلي يعني ذا داركلينج اللي للحين ما قرا ذا جريشا ترولوجي ويبي تقييمي عليها راح احط اللينك بالدسكربشن بوكس بلو. هني الحين على السؤال الثالث اللي هي اغنيه ذا سكايلر سيسترز. الاغنيه هذه انا ما ابغى منها الا مقطع واحد يعني obviously انجليكا إليزا اند بيجي ذا سكايلر سيسترز، بس هذا اللي انا حفظتها من الاغنيه ودي احفظها لانها حلوه يعني انا سمعتها كذا مره واحب لحنها وكل هذا، بس ما ادري ليش مو قادره احفظها. يمكن لان كلماتها مو كاتشي او اني اندمج بكلماتها اكثر من لحنها فمن كذي مو قادره احفظها. Anyways مو قادر احفظ الاغنيه صراحه. والسؤال لهذه الاغنيه انه هو اختاري شخصيه معينه تكون بنت وايد underrated بمعنى انه ما عليها هايب كفايه مع انها هي الشخصيه سو اوسم بس تبين الناس يتكلمون عنها اكثر من كذا. والشاوت اوت لهذا السؤال حق الاخت اشواق الحربي، ادري انت ما تقرين انجليزي بس ودي اعرف شنو جوابك لهذا السؤال. والشاوت اوت الثاني حق الاخت ندى عبد الباقي، انا ملاحظه انت تحبين هاري بوتر والهاري بوتر فيه اقوى شخصيه يعني انا اعرفها اللي هي هرماني، فاي جاذرد انك انت تحبين الشخصيات يعني البنات الاقوياء، فودي اعرف جوابك غير هرماني، منو اقوى شخصيه بالنسبه لك؟ وبالنسبه لجوابي انا اخترت الاميره كاسبيدا ورفيجاتها اللي هم الواتش ميدن من كتاب ذا فوربيدن ويش تاليف جيسيكا خوري. الكاتبه هذه كاتبه لبنانيه وهذا الشيء اللي خلاني اي جت انترستد اني ابي اشوف شنو هي كاتبه. الكتاب هذا يعني مثل ما هو واضح من الغلاف انه وريت عن علاء الدين، بس في هذا الريتيلينج ان الجيني او شخصية الجني اللي يطلع من المصباح هي شخصية بنية اسمها زهرة وهي واحدة كانت محبوسة في هذا المصباح يعني من آلاف السنين وتبي تطلع عشان هي تبي تحقق هدف معين هي في بالها، لين يوم من الايام يجي الشاب علاء الدين ويمسح على المصباح وهي تطلع له عشان تحقق له امانه. فتصير مغامره طاحنه حق علاء الدين خاصه انه هو ولد واحد كان قائد ثوره انه هو قاعد يحرض الناس ضد الحكومه يبون يغيرون نظام الحكم لانه مو قاعد ينصف الناس الفقاره. فبعد ما مات ابوه الكل قاعد يلتفت حق علاء الدين وقاعد يحطونه تحت ضغط كبير انه هو لازم يقود الناس بعد ابوه، وهو علاء الدين يعني ما يبي عاجبه الوضع اللي قاعد يصير وكل هذا. برفقة زهرة انهم قاعد يحاولون يشوفون حل سلمي للموضوع من غير لا يصير في سفك دماء وكل هذا. فالطريقة الوحيدة اللي شافوها يعني منطقية وممكن ان هي تحل الموضوع ان علاء الدين يتزوج الاميرة كاسبيدة اللي هي بنت السلطان، وانه هو يعني من خلال هالطريقة يقدر انه يحكم البلد بالطريقة اللي الناس تبي. بس المشكلة اللي تصير القلب وما يهوى، القلب وما يهوى هذه مأساة مصيبة يعني. فشنو راح يصير على علاء الدين وشنو راح يصير على الاميره كاسبيدا وشنو راح يصير على الجنيه زهره، كل هذا راح تعرفونه لما تقرون الكتاب. الكتاب كان جدا 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 ممتع، جوه وايد حلو اندمجت فيه رغم انه هو في ابعاد سياسيه وتشز هذا شيء احنا مو متعودين عليه في قصه علاء الدين، الا اني انا وايد 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 استمتعت في يعني مجرى القصه وشلون المغامره وكل هذا. انا اقول لكم في بدايه القصه شخصيه علاء الدين شويه ثرومي اوف، حسيت انه ايش في هذا يعني ليش كذي يتصرف، وايد تصرفاته حسيتها واحد ارجنت مغرور شايف عمره وكذي. بس بعدين لما نتعرفنا عليه زياده يعني هو تغير، مو ان انا حكمت عليه غلط، لا هو شخصيته تغيرت فبديت اتقبلها زياده. فاني الحين على الشخصيه اللي انا بيتكلم عنها اللي هي الاميره كاسبيدا ورفيجاتها اللي هم الواتش ميدن، يعني صج هذه الاميره مضبوطه زين، هذه الاميره ولا بلاش صج هذه وحده يعني شو اقول لكم زين، وحده اذا حطت براسها شيء تسوي يعني تسوي، ورفيجاتها يعني خلاص انت تطيحين احنا نشيلك ما يغشمرون. ف
صج يعني هذيل سكواد جولز زين، ابي رفيجات كذي، هذا اللي يسمونها ربعها شايلينها زين. فوايد وايد وايد حبيت الدايناميك اللي بينهم، هي الاميره يعني وايد طيبه وايد خلوقه وعندها اهداف نبيله وكل هذا، بس الناس قاعده تحكم عليها يعني بحكم انها هي اميره وكذي، فهم قاعد يطالعونها نظره انه اوه هذه مو فاهمه ايش قاعدين نمر احنا فيه وما ادري شنو، بس هي بالعكس يعني دائما هي كومباشنت، تبي تعرف هم ايش قاعد يمرون فيه وتبي تعرف هم يعني شنو يبون بالضبط وكل هذا. فانا وايد 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 حبيت شخصيتها الأميرة كاسبيدا حتى اكثر من شخصيه الجنيه، which is المفروض ان انا احب الجنيه اكثر لان هي اللي صج يعني واحده قويه وما ادري شنو، بس لا يعني انا حبيت الأميرة اكثر لان هي ما عندها طاقه خارقه، ما عندها يعني هي مو مخلوق قوي ولا هذا، هي يعني انسانه عاديه بس هي بذكائها وبمخها قدرت تسوي كل اللي هي كانت ناويه تسوي، طبعا يعني مع رفيجاتها وكل هذا. فانا دفنتلي تيم برنسس كاسبيدا. فاذا انتم شفتوا نفسكم بمود ودكم ريتيلينج حلو كذي وممتع، خاصه ان علاء الدين ما عليه ريتيلينجز وايد، وصراحه يعني انا قاعده ادور ريتيلينجز عن علاء الدين، انا قريت A Whole New World من قبل وهذا ثاني ريتيلينج عن علاء الدين واثنينهم استمتعت فيهم صراحة، فدفنتلي أنصح في هذا. فبالنهاية عطيت كتاب The Forbidden Wish 4.5/5. نيجي الحين على السؤال الرابع اللي هي أغنية Helpless. رغم لحنها التشيزي وايد الا انه يعني المقطع اللي صارت فيه كانت وايد حلوه، اللي هو المقطع انه اول مره الكسندر هاملتون يلتقي بزوجته المستقبليه اللي هي اليزا، وانه شنو المحادثه اللي صارت بينهم كذي. حلوه الاغنيه يعني مو ماي فيفرت، مو اللي اسمعها وايد وكذي، بس اذا سمعتها ما مانع. بالنسبه للسؤال لهذه الاغنيه، اختاري ثنائي انت وايد حبيتي وكنتي من البدايه تبينهم ينتهون مع بعض. بالنسبه لهذا السؤال انا بسوي شات اوت حق الاخت هبة أحمد، صراحة يعني أنا أحس عندك كولكشن حلو من الثنائيات، ودي أعرف أي ثنائي أنت وايد تحبينه. والشاوت أوت الثاني حق الأخت ساوسن أو بوتر هيد فوريفر، ودي أعرف صراحة أنا ملاحظة أنت تحبين تقرين كونتمبرري وهالسوالف، ودي أعرف منو أحسن كابل بالنسبة لك. بالنسبة لجوابي أنا، الكتاب يعني ريسنتلي أنا قاريته I fell in love with it، وايد 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 حبيته، اللي هما الكابل كيت أنت كوبر من كتاب Operation Brom Date تأليف سيندي ماتسون. الكتاب هذا كيوتنس يعني أنا بغير اسمه بسميه كيوتنس كلاود كذي غيمة والكيوت، ما أدري شو أقول لكم، كتاب كيوت بطريقة مو طبيعية. فكرة الكتاب يتكلم عن كيت، هي معجبة بواحد اسمه ميك من زمان، يعني من أول ما دشت الثانوية وهي الحين في سنتها الأخيرة بالثانوي، وهي تحبه بس مو قادرة حتى تقول له كلمتين على بعضهم. فهي الحين في سنتها الأخيرة وباقي يعني شهرين على البرام اللي هو الحفلة النهائية مالت السنة، وهي بخاطرها إن تروح هذه الحفلة مع ميك، فهي عشان إن تروح معاه لازم على الأقل تكلمه، فهي تلجأ حق الشخص الوحيد اللي تقدر تكلمه بهالموضوع اللي هو كوبا. كوبر هو يعني كان قبل انه تعرفه يعني من بعيد لبعيد، يعني كان بينهم السلام عليكم وعليكم السلام، بس هي يعني حست انه هو اكثر شخص ممكن يفهم معاناتها، خاصة انه هو مو بوبيلر وايد ولا لوزر، يعني هو بالنص صاير. فهي جات عنده وقالت له يعني تقدر تساعدني ان انا يعني شلون اكلمه وتعلمني كذي وهذا، فقالها خلاص اوكي يعني اسوي معاك ديل ان انا اساعدك انك انت يعني تخليني يصير يور ديت حق البرام، وبالمقابل ان انت تتدربين معاي يعني في مسابقه هذه الكياكينج هذه، لان البارتنر ماله جرح ايده وما يقدر يتدرب معاه وهو يحتاج التدريب، فيصير في بينهم ديل ان كل واحد لازم يسوي جانبه من الاتفاق. طبعا needless to say ان يعني مع تطور الاحداث كل واحد يعرف عن الثاني اشياء يعني ما كان عارفها من قبل، وتصير بينهم صداقة. واي 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 علاقتهم شيء كيوت بطريقة مو طبيعية، يعني صدق أنا كنت محتاجة كتاب من هالنوع، لأن أنا كنت توني مخلصة كتاب لوع كبدي يعني الله يخس بليسه، فهذا الكتاب كان يعني نسمة هوا بالنسبة لي إن الله وناسة وكذي، فمن كذي راح تلاحظون تقييم العالي له. أنا أقول لكم بداية الكتاب شوية حسيت إن الأحداث مشت سريع for my taste، يعني حبيت إن يطولون شوية ببعض الأحداث، بس هذا ما
يمنع ان كان الكتاب يعني تتابع احداثه كانت جدا منطقيه. وايد انا حبيت يعني تطور العلاقه بين كيت وكوبر، يعني اثنينهم شخصيات وايد كيوت، وكل واحد منهم يعني عنده شيء يضيفه للعلاقة، وهذا شيء أنا وايد حبيته. يعني شلون تشوفون كوبر شلون تغير وكيت شلون تغيرت، يعني أوه ماي جاد علاقتهم سو كيوت. الكتاب تشيزي حيل، يعني لا تتوقعون أوف حبكة واو دراما وقضية إنسانية، ما شنو، الكتاب كيوت بطريقة مو طبيعية، يعني كلش كلش ماكو أي مشكلة فيه. حتى الدراما اللي صارت على آخر شيء لايك شابتر واحد وبعدين خلصت الدراما، يعني كلش كلش كله كان مقاطع رومانسيه يعني وكله كيوتنس وكل هذا وكذي. فانا اوريجينالي كنت راح اعطي الكتاب 4.5 بسبب بدايته السريعه، بس بعدين يعني كل ما افكر فيه زياده لا لا لا، يعني لا كان الكتاب كان وايد حلو وايد استمتعت فيه، خاصة المقطع الأخير، يعني أنا شقيت ابتسامتي كذي وخلاني يعني وايد مستانسة، ويعني ياب لي أمل في الحياة ونفسيتي وايد تعدلت. فيعني I couldn't help myself، فعطيت الكتاب 5 نجوم من 5. فإذا أنتوا شفتوا نفسكم بمود يعني تبون كذي شيء خفيف وسريع وتخلصونه بسرعة، لأن الكتاب حيل قصير، أنا ما تصورت شلون كذي قصير الكتاب. يعني أنا the only reason شوية بطأت في قراءته لأني أنا already كنت قاعدة أكتب، فكنت وأنا قاعدة أكتب إنه شو بيصير عليهم شي، فكذي خذ مني يومين على ما قريته، بس هو definitely يعني خلال يوم واحد راح تخلصونه، الكتاب وايد قصير. أوكي وني الحين على السؤال الخامس والأخير، وأنا خليت ختامها مسك، أحلى أغنية عندي في المسرحية، كل هذه الأغنية الوحيدة اللي أنا حافظتها اللي هي أغنية satisfy. I just might regret that night for the rest of my days. I remember those soldier boys tripping right over themselves to win our praise. I remember that dream like candlelight, like a dream that you can't quite place. But Alexander, I'll never forget the first time I saw your face. I have never been the same. Okay, شوفوا خليني أقول لكم معلومة عني. أنا لو تحطون لي مسدس شيء وتقول لي ضحى راب، زين يعني قولي راب كذي، لا يمكن لا يمكن. في ناس ما شاء الله عندهم موهبة يتكلمون بسرعة، ما أدري شلون، أنا ما أدري، ما أعرف أتكلم بسرعة، لازم يعني كلمة كلمة كذي. فأنا حافظة هذه الأغنية بس حافظتها النسخة البطيئة، فطبعا لو أقول لكم إياها الحين راح يعني تلوع شبتكم أدري. I remember that night, I just might regret that night for the rest of my days. I remember those soldier boys tripping over themselves to win our praise. I remember those dream-like candles, like a dream you can't quite place. But Alexander, I can never forget the first time I saw your face. I have never been the same. Intelligent eyes in a hunger-pang frame. And when you said hi, I forget my dying name. Set my heart aflame, every part aflame. This is not a game. بس المقطع الوحيد اللي أنا يعني شويتين حافظتها سريع، ان هي انجليكا تقول number 3 I know my sister like I know my own mind, you will never find anyone as trusting or as kind. If I tell her that I love him, she'll be silently resigned, he'll be mine. She will say I'm fine, she'll be lying. بعدين خلاص يصير راب، ولا يمكن I can't rap صراحة. أمانة يعني لا تسمعوا الأغاني الثانية كلها، سمعوا بس هالأغنية، هالأغنية نار وشرار، صدق أحبها هالأغنية، مو طبيعية. وريم أختي يعني من سمعتها إياها وليومكم هي كلها معلقة عليها، الكل معلق عليها، علي بيروح المسرحية بسبب هالأغنية هذه. أوكي ونيا الحين على سؤال الأغنية اللي هو اختاري كتاب يعني حلو ويكون من وجهتين نظر، يعني من وجهة نظر البطل والبطل. بالنسبة لشاوت اوت هذا السؤال، انا راح اسوي شاوت اوت حق 3 اشخاص. اول واحدة ريم اختي، ريم جاوبيني، منو افضل كتاب عندك دول بوينت اوف فيو؟ الشاوت اوت الثاني حق الاخ حسين من قناته مع كتاب، ام سو سو انترستد، ابي اعرف جوابك. وطبعا اكيد الاخ علي من قناته اصدقاء القراءه، يعني ام سو انترستد، ابي اعرف اجوبتكم، ان شاء الله تجاوبوني على هذا السؤال. بالنسبه لجوابي انا، جوابي هو كتاب يعني ريسنتلي انا قريته، اند او ماي جاد اي فيل ان لاف، وايد 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 حبيت الكتاب، اللي هو كتاب جيكرلا تاليف اشلي باستل. اوكي شوفوا انا عاده اقول لكم شنو قصه الكتاب وشنو رايي فيه وتقييمي له وما شنو كل هذا. هذا الكتاب بالذات ما راح اقول لكم شنو فكرته، اللي ابيكم تعرفونه عنه انه هو ريتنج عن سندريلا بس، الباجي ابيكم تطبون رواسي وتشوفون شنو قصه الكتاب. او ماي جاد الكتاب ادوربل بطريقه مو طبيعيه، راح تخلصونه بنفس اليوم، انا اخلصكم يعني انا خلصته وكنت يعني ابي كتاب نفسه طريقه مو طبيعيه، كان عجيب عجيب عجيب. البطل والبطله يعني وجهات نظرهم مو طبيعية، كل شخصية منهم لها عمق،
يعني اتفاجأت شلون كذي. يعني انا عادة يعني قصص سندريلا لان دائما من وجهة نظر البطلة وشلون تلتقي الامير وما شنو. هاي هالمرة ورونا وجهة نظر الامير انزين، بس شيء مو طبيعي انزين. هي في ايامنا الحالية بس عشان تعرفون، مو بالزمن القديم اذا انتم ما عرفتوا من يعني شكل الغلاف وكل هذا. يعني الكتاب مو طبيعي، اخلصكم الكتاب حلو حلو ودفنتلي انصح فيه. يعني الكابل اللي فيه وايد حلو، العلاقات اللي فيه وايد حلوة، وهما الشخصيات تحسونهم شخصيات صجية. إذا تبون تعرفون أكثر عن الكتاب، هما يعني الشركة الببليشنج كومباني حق الكتاب مسوية دعاية أبو دقيقة، راح أحطها لكم بالدسكريبشن باكس بلو إذا تبون تعرفون أكثر. بس نصيحة، لا تعرفون شنو قصة الكتاب، طب رواسي وثقوا فيني الكتاب حلو. بس بعد ما تقرون الكتاب ذكروني بهالكلمة أبلن أبلنا، إذا قرأت الكتاب راح تعرفون شنو يعني هالكلمتين. آي أمي أنا لما نتذكر واي واي واي. دفنتلي بعد كرفال هذا ثاني أفضل كتاب أنا قريته هالسنة سو فار. يعني فجر مخي ويعني ما في ولا غلطة، كنت مندمجة فيه من البداية للنهاية. والبطلة من أول صفحة I fell in love with her، كانت فظيعة وتصرفها كان وايد حلو. وهي شخصيتها شلون إنها فاني، وهي يعني شلون هي عندها شغلة معينة حطتها براسها وتبي تسويها شي. ما أقدر أقول لكم أكثر لأني ما أبي أقول لكم القصة، بس بليز بليز اقروا بليز بليز يعني عفي عفي اقروا. اكيد يعني ما يبي لها كلام، الكتاب 5000 من 5 صراحه. يعني شيء مو طبيعي وشيء يعني يغير المود حيل، ولما تقرونه طول الوقت انتم مبتسمين، وحتى الدراما اللي فيه تونس زين. يعني واي واي ما شلون اقول لكم، الكتاب كان وايد حلو ودفنتلي انصح فيه. وبس خلصنا اسئله البوك تاج، ان شاء الله عجبتكم الاغاني وان شاء الله حمستكم انكم تسمعون الساوند تراك مال المسرحيه، لان صراحه الساوند تراك وايد حلو وانا شخصيا وايد عجبني. يعني في وايد اغاني حلوه خاصه الراب باتلز اللي هو الكابينت باتل. Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. These are wise words, enterprising men quote them. Don't act surprised, you guys, cause I wrote them. Ow. وايد 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 حلو، مع اني انا I can't rap للأسف، بس يعني انا احب اتابع الراب باتل زين. وهذا قال له كذي ما شفتي، انا احب هالسوالف. Thomas, that was a real nice declaration. Welcome to the present, we're running a real nation. Would you like to join us? Or staying mellow, doing whatever the hell it is you do in Monticello. وإذا أنتم من النوع المحظوظين اللي أنتم مع الهبة وأوريدي سامعين الساوند تراك، قولوا لي شنو أغنيتكم المفضلة وشنو يعني أكثر أغنية يعني ما شاء الله هزت وجدانكم وكل هذا. أنا ناطرتكم بالكومنتات سكشن بلو. وبكذي خلصنا البوك تاج، وإن شاء الله عجبتكم اختياراتي من الكتب. قولوا لي شنو أكثر كتاب شدكم من الليستة اللي أنا حطيته، وإذا في كتاب يعني مشابه لفكرة كتاب أنا ذكرته من قبل قولوا لي إياها بالكومنتات سكشن بلو، أنا منتظرة تعليقاتكم. وطبعا لا تحاتون إذا أنا ما ذكرت اسمكم في هذا الفيديو، ديفنتلي راح أذكره بفيديوهات جاية. لا تحاتون، يعني هذه جيمك أنا بسويها في فيديوهات الجاية إن شاء الله. فأنتوا كل ما تعلقون زيادة راح تزيد فرص إن أنتوا راح أسوي لكم شاوت أب، فكيب كومنتاتكم. وطبعا واكيد انا دائما دائما احب اقتراحاتكم لفيديوهات ممكن اسويها في قناتي. قولوا لي انتم شنو تبون تشوفون اكثر في قناتي. يعني فيديو اليوم هذا كان من الاخت زهراء القلاف، ان شاء الله عجبك الفيديو. طبعا طبعا اكيد يعني انا دائما احب اقتراحاتكم. وبالنهايه لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناه، ولا تنسون تسوون لي فولو بالسوشيال ميديا اللي انا دائما احطها في صندوق الوصف تحت. فيا هذا كان وقتي، كانت معاكم ضحى الحداد، نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. The fact that you're alive is a miracle. Just stay alive, that would